وحول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة معنا من هناك مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. رامي، هل لك أن تطلعنا على الجديد لديك في مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالم عالمين؟ تحياتي لك ريهام، وتحياتي لك محمد، ولكل متابعينا في هذه المتابعة لمهرجان العالم عالمين من مدينة العالمين الجديدة. وكما تحدثت ريهام أن هذه الأنشطة والفعاليات المتنوعة ما بين ترفيهية، ثقافية، فنية ورياضية أيضا تشكل في مجموعها وفي تنوعها تجربة سياحية كبيرة جدا لكل من يرغب في القدوم إلى مدينة العالمين الجديدة. هذه الأنشطة التي بدأت منذ 13 من يوليو الجاري وبدأت بفعاليات ثقافية وفنية ومنها رياضية، وأيضا بالأمس كان هناك فعالية كبيرة وهي أول حفلات النجوم على أجمل شواطئ العالم في العالمين الجديدة. هذه الحفلة التي أحياها الفنان تامر حسني وشهدت زخما كبيرا وحضورا كبيرا من الجمهور سواء من المصريين وغير المصريين. هذه الحفلة التي أيضا جعلت من مدينة وأغلب شواطئ مدينة العالمين الجديدة والقرى المجاورة لها زخم كبير على أغلب هذه الشواطئ. هناك عدد كبير من القادمين خاصة مع العطلات نهاية الأسبوع، تزداد الأعداد مع وجود الفعاليات الموسيقية والثقافية وبدء خلال أيام الأسبوع الفعاليات الرياضية. ونحن في متابعة منذ الأمس وحتى اليوم للعروض الجوية الخاصة بطائرات الآر سي وأيضا عدد من القفزات بالمظلات في مدينة العالمين الجديدة. هذه عن الأنشطة المستمرة، أما عن الأنشطة الجديدة والتي سوف تقام خلال الأيام المقبلة من أنشطة رياضية، نتحدث عن بطولات خاصة بالكرة الشاطئية وأيضا بطولات خاصة برياضة البادل. هذه الرياضات التي تقام خلال الأيام المقبلة تم الاستعداد لها على أغلب الشواطئ استعدادات كاملة لاستقبال الجمهور واللاعبين وأيضا لإقامة هذه الفعاليات. أما إذا تحدثنا عن الرواج الكبير الذي تشهده مدينة العالمين وكل من يجاورها من مدن وشواطئ وقرى مختلفة، هذه المدن والشواطئ التي تتكدس الآن بأعداد كبيرة من الحاضرين سواء من المصريين وغير المصريين من الدول العربية وغيرها نتيجة لهذا الرواج الكبير، بالفعل هي 6 أسابيع من الفن، 6 أسابيع من الرياضة، 6 أسابيع من الحالة السياحية الكبيرة. نتحدث عن أكثر من 45 يوم حتى 26 من أغسطس مليئة بأجواء رياضية، فنية، موسيقية، ثقافية كبيرة جدا لتشكل مدينة العالمين الجديدة من خلال مهرجان العالم عالمين واجهة ومقصد كبير جدا لكل المصريين وغير المصريين الراغبين في تجربة سياحية كبيرة جدا مليئة بالفن والموسيقى والثقافة والرياضة. عودة إليكم مرة أخرى. شكرا جزيلا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري من مدينة العالمين الجديدة، شكرا جزيلا على هذه المتابعة.